كنتوجه للرأي العام واحد مجموعة من الأسئلة اللي طرحتها وكنطرحها مع المنخرطات والمنخرطين اللي كنعبر على التضامن ديالي معاهم بصفتي الحقوقية لأني صفتي المهنية كتلزمني بالواجب ديال القيام بمهامي داخل المحكمة وما غاديش نهضر عليها هنا، ولكن أنا كنعبر على تضامني مع أي مغربي ومغربية كان ضحية في أي ملف من الملفات في أي قضية من القضايا، أنا كنعبر على التضامن ديالي معاه وكنبغي له الحق ديالو. ومن هذه الزاوية أنا كنتوجه للرأي العام وكنتوجه للمنخرطات والمنخرطين اللي شفت كيفاش أنهم كيتألموا وكيفاش كيحكيوا يعني حجم الضرر اللي تعرضوا ليه هذه سنين خمس سنين، وسيد معتقل هما غادي جايين. أولا غادي نوضح واحد المسألة، غادي جايين الملف خدا المسار ديالو اللي بالنسبة للمتهم يقدر يقول لك أنا بالنسبة لي طويلة هذه المحاكمة وعذبتني نفسيا، ماشي غير من جهتكم حتى من جهته يعني هذه إنسانيا، لأنه إنسان حتى المتهم ما كنحيدوش عليه صفة إنسان، تيبقى إنسان ومن حقه أنه يتمتع بحقوق الدفاع ومن حقه أنه يكون عنده محامي محامية ومن حقه أنه يعبر على الوسائل اللي كتضمن له القرينة البراءة كأصل، وكيف ما من حق المتضررين أنهم ياخذوا النصح والتوجيه الصحيح ويمشيوا في المسار الصحيح وياخذوا التعويضات ديالهم إذا كانوا متضررين، هذا حقهم ما يمكن حتى شي واحد يحيد لهم، هذه حقوق دستورية ما فيهاش المزايدة. ولكن في هذا الملف بالضبط عندنا جمع عام دار في 2017 سمت فيه المصادقة على التقرير المالي والأدبي، عندنا قانون أساسي متفقين عليه جميع الأعضاء في الجمعية، المنخرطين ما هماش مستهلكين بحالهم بحال المستهلك في المقاولة، هذه خصها يفهمها أي واحد، المنخرطين راهم أعضاء في الجمعية كيصادقوا على التقارير كيصادقوا على الجمع العامة عندهم وضع، عندكم علاقة بشخص اعتباري ماشي بشخص ذاتي اللي هو الودادية، ولكن تقال وانا كنسمع وهنا كان بحال كيتمارس واحد النوع من نوعا ما واحد حق الرد ان كاينين الهيئه وان كنبغيو نوصلوا راي العام ان كاين قضاء فاسد، لا ماشي بهذه الطريقه، يمكن احنا نقول يقدر يقولها المتهم اللي تيشوف راسو تحكم بعشر سنين في جنحه وما غنسمحولوش انا شخصيا انه يقولها، لانه هذه ما عندنا من الاساسيات من الضوابط اللي خصنا نحترموها، هذه دوله الحق والقانون، المزايده ما خصهاش تكون، القضاء الا كان فيه شي حاجه ماشي هي هذيك راه كاينه اجراءات اليوم خصنا نكونوا كنصفقوا ونكونوا سعداء وفرحانين انه تفتحت ملفات ماشي غير في القضاء في مجموعه من القطاعات، وهذه خصنا نوجه جهود رساله شكر رئاسه النيابه العامه ونجلس على السلطه القضائيه على ما يقومان به من مجهودات جباره لمحاربه الظاهره ديال الفساد، ولكن باش نقولوا الفساد توقف قاضي ما عنده علاقه بهذا الملف، كاينه واحد الابحاث اللي هي لازالت سريه اللي هي جاريه بلغ الى علمنا والله اعلم انه تم التوقيف لهذا السبب، دونك ما يمكنناش نجيو نتهموا الناس هكذاك، هذه مساله الاولى. المساله الثانيه، الجلسه الاولى كانت تعقدات من بعد ما رجع الملف من النقد عند واحد القاضي اللي ما عندوش الحق، عنده حاله تنافي ما عندوش الحق لانه بت في الملف بصفته قاضي في واحد المرحله، دونك ما عندوش الحق يعاود يبت في الملف، ما عندوش الحق اوتوماتيكمون تيطبق القانون، يعني لحد الان انا كنشوف غير المساطر او المسار العادي واللي خصو يتضرر واللي خصو يتشكى هو اللي جالس في السجن، ماشي لاني كنقول لا ما خصوش يكون في السجن انا ما غاديش نعطي رايي في هذه الناحيه، لا ما غاديش نعطي، غادي نتحفظ لانه عندي ما نقول في المرافعه كمحاميه، غادي نبقى في هذا الاطار اللي التزمت به كحقوقيه. ما نديروش مغالطات، انا باغا نصحح المغالطات، دونك المسار كيبان لي امور غدا في واحد الاتجاه صحيح، التعويضات ديال هاد الناس هما اللي انا كنقول وهنا غادي نقدر ما عرفتش تفاجات تصدمت اضطريت نقولها نتوما اللي دايرين هاد المشاكل كلها وكتقولوا بان الملف خصو يتحكم بالزربه باش نفذوا التعويضات، علاه ما غتنفذوه؟ راه المبالغ اللي كنتو كتحطوها في الوداديه اللي هي شخص اعتباري عنده الكونط ديالو عنده الكيان ديالو عنده الاملاك ديالو، ما كنتوش كتعطيوها لواحد الشخص اللي هو متابع او مسؤول او مسير في حسابه الشخصي، اليوم عندكم احكام اللي هي كتحكم ضد الشخص الطبيعي وما نخلطوش الشخص الذاتي ماشي هو الشخص الاعتباري، وبالتالي حقوقكم اليوم كنقول لكم بانكم ما اختاريتوش المسار صحيح، لان كانت اي نزاع ديالكم كان خصو يكون مع الوداديه كشخص اعتباري مادام ان الامر لا يتعلق بالوهم، لانه كاينين وداديات سكنيه اخرى باش ما نطيحوش في الغلط نوضحها، كاينين وداديات سكنيه اخرى اللي كان المسير دار هاد الوداديه غير باش ينصب على الناس وما شرى لا عقار، هي كاينه في سطات كاين في صخيرات ما كاين لا عقار لا والو ما كاين لا بنايه لا حتى شي حاجه،
هذا الملف هذا فيه تقريرين ديال الخبراء الحيسوبيين تيقول لك بان المحاسبه مضبوطه ما كتخالفش القانون. دونك هذا السير كوريك من ناحية المحاسباتيه. هذا الشيء اللي بغى يشوفه يمشي يشوفه. حتى في المنخرطين ربما ما كانتش عندهم معطيات صحيحه، يدخل الملف ديالو ويقلب تقرير وغيبان ليه جوج تقارير ديال الخبير الحيسوبي كتقول ان المحاسبه مضبوطه، والخبير العقاري تيقول لك بان 75% او 76% مشروع كاينه، ماشي ما كاينش الوهم، كاين مشروع ولكن ما تمكنش هو من الاتمام ديالو على حساب ما يروي انه ما كاينش الانخراطات ما تعطاتش في الوقت او باقا تاخيرات في الانخراطات. طيب هذه نقطه نقولوا عنده اخطاء في التسيير ولا شي حاجه يتحمل مسؤوليته، ما عندنا حتى شي مشكل، حنا ما نبغيو الضرر حتى شي واحد. حتى المتهم الا كان كيستحق شي عقوبه راه غياخذها. حنا دابا عندنا متهم اللي دوز 5 سنين ديال السجن وماشي سهله. الامور اللي هي خطيره واللي خلاتني نعاود نطرح علامه استفهام واللي كتبان فيها سوء النيه، تواجد بعض الاشخاص اللي هما ماشي منخرطين وكيديروا فوضى وكيديروا الخروقات الدستوريه وكيحاولوا ياثروا على القضاء بواحد الطريقه اللي زعما بحال حنا ما غيبقاش يحكمنا القاضي والقناعه ديال القاضي والسلطه التقديريه ديال القاضي والقانون، حنا غيبدا يحكمونا اي واحد تيعرف يجمع شي رباعه ويدير بها الضغط. مع كل احترام للمنخرطات والمنخرطين، لان هادو ما كنقصدهمش، كنقصد الناس اللي جايين يديروا المزايده واللي عارفين بانهم كيدخلوا باش يديروا الفوضى. ما كنهضرش على الناس اللي مجروحين الله يحسن العوان، اللي مشى لها شي مبلغ ولا اللي مشى ليه شي مبلغ من حقه يبقى تابعه، ولكن يمشي في المسار الصحيح ما يكونش ضحيه ديال توجيهات ناس اللي كيتزايدوا كيتلعبوا بالملف. هذه نقطه مبين عاوتاني سوء النيه. ملي كنجي كندير انا واحد دعوه عموميه كنيابه عامه، لان النيابه العامه اللي كدير الدعوه العموميه والمتضررين كيديروا المطالب المدنيه كتسمى الدعوه المدنيه التابعه. مزيان، ملي انا كنتعطل وما كنديرش التنصيب كمطالب بالحق المدني شنو كندير في القانون؟ في القانون تنمشي للمحكمه المدنيه وكنستشهد بالحكم الجنحي او الجنائي وكنطلب التعويضات لانه فاتني الوقت باش نتنصب كمطالب بالحق المدني. هذه قاعده قانونيه لا غبار عليها، ما نخلي حتى واحد يتزايد عليا فيها. كنتفاجئ في هذا الملف ان اي واحد ناض ومشى دار دعوه شكايه مباشره او شكايه كيمشي ياخذ المسار ديالو، ولا عندنا حكم ب 10 سنين وحكم ب 5 سنين وغدا عاوتاني يجي حكم اخر ب 5 سنين، ولي عندنا الاحكام يعني 884 منخرط الا داروا كلهم شكايه مباشره وتقبلات لهم. وانا نتساءل والنيابه العامه واش بغينا نحكموا على هذا الراجل ب 8840 سنه الا ضربناها في 10؟ واش بغينا في المغرب ديالنا، المغرب ديالنا اللي كنموتوا عليه كاملين، المغرب ديالنا اللي خصنا ندافعوا عليه كاملين، واش بغينا نشوفوا اليوم ان واحد كيتنافس مع واحد كيعرف كيفاش ياخذ حقه منه كيدير اساليب واللي كتمشي على كل شيء ما يمكنش؟ هذه واحد. واش بغينا نشوفوا حنا مواطن مغربي كيتحكم ب 8884 سنه غتقول لي كينضم العقوبات وعلاش هذا الشيء؟ واللي قدرنا نضموه غنضموه، واللي فات الاجل ديالو ما غيتضمش وعلاش هذا الشيء؟ وحنا كنشوفوا في قضايا كبيره ديال الفساد وكانت فيها سنتين وثلاث سنوات وموقوفه التنفيذ كاع. دونك واحد المساله اللي تقالت مؤخرا واللي ما خصهاش زعما هذا انصافا للقضاء. انا كنحترم المؤسسات، كنحترم القانون وكنحترم حقوق الضحايا وكنحترم حقوق المتهم. بالسيف عليا هذه تربيه، هذه قرايه، هذه التربيه كنتعلموها ملي كنكون انا كنضامن مع شي حد ما كيعنيش اني عدوه الاخر. وانا غادي نوجه واحد الرساله للمنخرطات والمنخرطين او الضحايا في اي ملف تيتعلق بالوداديه السكنيه. هذا ماشي باب دارنا، هذا ماشي مشروع وهمي، هذا راه مشروع كاين، وانا مستعده نعرض عليكم الان واحد التصوير او نعطيه لكم مسجل تبين بان مشروع كاين وكاين محضر ديال المعاينه اللي داروه القضاة في عين المكان انه كاين تما مشروع. ما كملش اشنو اسباب هذا الشيء؟ شغل القضاء، حنا كنحترموا القضاء. دونك قالوا لي علاش نوبي على متهم وانت حقوقيه؟ فاكتشفت ان هاد الملاحظه في محلها، حنت انا حقوقيه وحنت كنامن بحقوق الانسان، غنوب على اي واحد، كنوب على اي واحد، لان اي واحد هو انسان واي انسان ممكن يكون مظلوم واي انسان ممكن يكون ظالم، ولكن إذا كان ظالم من حقه يتمتع بشروط وضمانات المحاكمة العادلة، وأن الأجواء اللي خصها تكون في المحاكمة هي خصها تكون أجواء صحية، وأنه الحقوق ما تبانش لينا كتضيع لتا شي واحد. واليوم أنا كنقولها اللي كيبان لي بأن حقوقه كتضيع، لأن السيد تحكم بعشر سنوات تقدر تأيد القضاء كيتحمل المسؤولية ديالو بطبيعة الحال، وحنا يمكننا نديرو وسائل الطعن ما كاين حتى شي مشكل، حنا كنحترمو القضاء، ولكن اللي ضايع هما الناس اللي مشاو في مسار ماشي صحيح. من وراءهم؟
من وجههم نحو هذا المسار؟ من نصحهم بترك الدمة المملوءة ديال الودادية والتوجه نحو شخص ذاتي؟ وكأن الصراع بين أشخاص يحملون مشاعر متناقضة بعضهم البعض، أو واحد فيهم ما تيحملش الآخر، وأنا بغيت لك الحبس، وأنا بغيتك ما تخرج، وأنا خصني ملي غيبقى في الحبس شنو غتاخد؟ ياك أنت عندك مشكل مالي، ياك عندك مشكل ديال التعويضات، ما بغيت حتى شي واحد يضيع، أنا ما بغيت حتى شي واحد يضيع، أنا بغيت الحق هو اللي ينتصر في هذه القضية وفي قضايا أخرى، لأن مادام الحق تنتصر بلادي كتنتصر والقانون كينتصر.